حكيمتي مسكن حتى أتمكن سجل الكورة ومن المرمى تمكن. هيام ستار تثير الجدل بأغنية عن اللاعب أشرف حكيمي. تداولت العديد من الصفحات المختصة بأخبار المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام في جو من السخرية فيديو لهيام ستار تغني فيه أغنية عن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي عقب ظهوره اللافت في المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني ومنتخب مالاوي والتي انتهت بتأهل المغرب للربع النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا. وسخر العديد من النشطاء على هذه الأغنية التي اعتبروا أنها لا تمت للفن بأي صلة، خاصة وأن صوت هيام لا يؤهلها لإصدار الأغاني، ورجحوا على أنها ستكون السبب في خروج المنتخب الوطني من المسابقة من باب السخرية على غرار الأغاني السابقة للفنانين المغاربة. جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي طلبوا من جميع الفنانين المغاربة أن يبتعدوا على إصدار أي أغنية على المنتخب حاليا وأن ينتظروا انتهاء المسابقة، ظنا منهم أن المغنيين هم سبب إقصاء المنتخب باكرا دائما من المسابقات. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.